شوربة لسان الطير أو لسان العصفور. إحنا لسان الطير هو لسان العصفور، الطير والعصفور يعني حاجة واحدة. هنحتاج فيها فراخ تكون مفرومة ناعم جدا، أو لحمة مفرومة، أو لحمة متقطعة مربعات صغيرة أوي، لسان عصفور طبعا، بصل مفروم، سمنة أو زيت أو زبدة، جزر يكون متقطع مربعات صغيرة جدا، صلصة طماطم، مكعب مرقة أو مرقة لو موجودة عندك، كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم جدا، ثوم بودرة وبصل بودرة، ملح وفلفل اسود. اول حاجة هنعملها برضو وهي السمنة بتاعتنا. هننزل بالسمنة، تعالوا قبل ما تسيح السمنة بتاعتنا، ونحط جواها لسان العصفور عشان يتحمر معانا. اهو حطيت اول ما بيتحمر معايا لسان العصفور درجة اللي انا عايزاها، انا شوفوا انا عايزاها زي ما انتم شايفين، فلفلة اهي واحدة حباية وحباية، مش عايزه اللون غامق. بنزل بالدجاج بتاعي والبصل معاه، مش كل حاجه لوحدها، لا معاه عشان ياخد الحبايه تاخد الطعم. اهو بقلب كده حاجه حلوه قوي. نضيف لها لمسه الالوان، الجزر وتقليبه، كل ما نضيف مكون نقلب تقليبه. تمام، شوفوا كده الاغراء بقى، الالوان الحلوه. نيجي هنا للتوابل بتاعتي اللي هي بقدونس وكزبره، ودايما بنسيب شويه في الاخر بنضيفه عشان الورق بيديني طعم وبيديني ريحه حلوه. لاصوص طماط او صلصه الطماطم، انا هنا ما عنديش مرقه فباخد المكعب او ممكن استبداله بالبهارات. عندي بودره الثوم وبودره البصل، الملح حسب الرغبة، والفلفل الاسود. تقليبة حلوة، احس انهم كلهم اندمجوا مع بعض. وهنزل بالمية المغلية بتاعتي، المية المغلية او الشوربة بتاعتك، حتى الشوربة سخنيها قبل ما تنزليها لو عندك، والغي مكعب المرقة لو انت عايزة. طيب هنا قلبتهم، حسيت ان كل المكونات بقت حاجة واحدة، هنزل بالشوربة او بالمية المغلية، واكتر اقلل المية بتاعتي على حسب رغبتي انا. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.